نرجس انخطفت منين خطفت؟ طلعت بنتك حراميه لك. طيب شو حراميه؟ انا عندي حل يناسبني وبيناسبك. ما بتعرفوا قديش كنت وحرقه بقلبها. لا ترهني علي ابدا. ما بنسى نظره عيونها شلون كانوا خايفين. لو ما طلعتها من بيت اهلها بليله ما فيها ضو قمر، ما كان صار فيها اللي صار. بعدين ما بدهم يدوروا عليها وين؟ زهرة النرجس في عرض الأول ابتداء من الأحد في هذه الأوقات على قناة ARD حكايات كمان.